برجع بحييكم أصدقائي المشاهدين بفقرة جديدة من هذه التغطية اليومية اللي عم نقوم فيها للإضاءة على كل ما يجري في لبنان. وبسرني استضيف بهذه الفقرة المحامي سعيد علامي. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان، ضيف دائم. البداية أكيد رح بتكون أكيد من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كيف قرأت يعني هيك قراءة أولية لكلمة السيد نصر الله اليوم، وما رأيك تحديدا فيما خص الملف الحكومي؟ هل يخشى السيد نصر الله برأيك من لعبة الوقت وإضاعة الوقت كما قال؟ يعني اللي تبين من كلمة السيد حسن أنه في تركيز على نقاط عديدة، كان من هالنقاط طبعا بالنسبة للوضع المالي والنقدي، بالنسبة للثقة ما بين المواطن والسلطة والدولة، وطرح مواضيع القوانين اللي هي قانون العفو وغيره من القوانين بالنسبة للفساد. يعني تركز الموضوع انه طبعا بعد تجاوبه للحراك وميز بين الحراك اللي صادق العفوي واللي دخل على الحراك. باختصار يعني اللي حكي هون وحكي عن الوضع الحكومي وانه في ظروف معينه جعلت انه صار يصير في استقاله، وما دخل بالتفاصيل شو اسبابها. ارجع الموضوع الى مرحله ثانيه. انا برايي اللي حكيه يعني بيريح، ما بينفر السيد حسن اللي حكي فيه، انه في تفاؤل وطلب انه طبعا عم بيتوجه هو انه الحكومه القادمه يجب ان تبني الثقه مع الناس وتاخذ بالاعتبار صرخه الناس. هالناس اللي نزلت على الشارع بعفويه مطالبها وصلت معه كمان لدرجه انه يقول انه لازم الحكومه الجديده تسمع التسجيلات كلها، ترجع للأرشيف لما قاله الناس حتى ياخذوا بآرائهم وينفذوا مطالبهم. وتكلم كمان عن الشفافية، يعني الشفافية اللي نحن بيحكوا شيء وبداخل مجلس الوزراء. حكي السيد نصر الله عن موضوع الثقة اليوم بين السلطة وبين الشعب. شو لازم تعمل هذه السلطة اليوم في القريب العاجل وفي أسرع ما يمكن لعودة نوع من الثقة بين الناس وبين دولتهم بالنهاية وبين يحكمهم؟ يعني ماذا عليها أن تفعل هذه السلطة اليوم؟ السلطة اليوم أول شيء بالاستشارات الملزمة، يجب الإسراع شوي بالاستشارات الملزمة وتكليف من يلزم لتشكيل الحكومة. هذه المرحلة الأولى. بطبيعة الحال يعني هلأ ما تحدد موعد للاستشارات الملزمة، وإنما يجب أن يحدد موعد وبسرعة قصوى وتبلش الإجراءات بالنسبة لتشكيل الحكومة. هلأ شو بده يصير بالنسبة لتشكيل الحكومة؟ مفروض تنبنى الثقة مع المواطن مثل ما حكينا نحن، أنه المفروض يكون في علاقات شفافة وواضحة وجدية كمان، يعني الجدية بالعمل والمسؤولية. كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما كل واحد يرمي المسؤولية على غيره، وما كل واحد يطرح شيء وبالخفى يطرح شيء آخر. يعني الناس لازم تعرف، لأنه هلأ صار في صرخة بالشارع ما بقى يخفى عليها شيء. يعني الناس عم بتراقب عم بتشوف، هل النزلة على الشارع هذه يمكن حدث تاريخي صار، مفروض انه يتاخذ بعين الاعتبار وتاخذ الحكومة القادمة بعين الاعتبار الوضع العام بالبلد وهالانتفاضة الشعبية اللي حصلت. هذه اكيد لازم يتاخذ بعين الاعتبار. هلا حتى ما نقول انه شو بدهم يشتغلوا برنامجهم، في طبعا في البيان الوزاري اللي بده يرجع يصدر بعدين فيما بعد، بده ياخذ بعين الاعتبار كل النقاط اللي هي بتوصلنا للثقة مع المواطن. هلا بالنسبه للتشكيل الحكوميه اللي متامله نحن انه يصير في اسراع بتكليف رئيس للحكومه، وبطبيعه الحال رئيس سعد الحريري بتصور ضمانه، هو ضمانه دوليه وماليه وتمسك دول فيه. واضافه له في كمان طروحات بالبلد لتشكيلات معينه في شخصيات مميزه، بالتنسيق مع الرئيس الحريري اكيد لازم تكون اذا بده يجي حدا غيره. بعطي مثلا بروفيسور غالب محمصاني، ابن صبح المحمصاني وقريب لدار الفتوى. يعني في شخصيات، انا اعطيت مثال بس، ما انه في تشكيلات عديده طرحت وفيها شخصيات مميزه ممكن تخدم الوطن. طيب. وتخدم البلد. دكتور، اليوم في اخر المعلومات تقول انه ليس هناك من تقارب في وجهات النظر بين بعبدة وبين بيت الوسط، الامر الذي ممكن انه يتم استبعاد الرئيس الحريري من ترأس هذه الحكومة. يعني هل تخشى من هذا الأمر؟ وإذا تم إقصاء أو تم استبعاد الرئيس سعد الحريري عن
تشكيل حكومة إلى أين نتجه يعني؟ هذه ساعتها بصير في مماطرة بتركيب الحكومة، لأنه ما في شك نحن إذا بدنا نرجع للواقع الحاصل واللي عشناه نحن فيه، مع أنه أوساط التيار الوطني الحر كانت عم بتسوق أسماء أخرى، يعني كأنه عم بتقول للرئيس الحريري أنه إذا أنت ما قبلت باللي بدنا إياه في أسامي أخرى مطروحة كمان. صحيح. من الطائفة السنية، وتم تسمية بعض الأسماء يلي عندها لون سياسي معين، يلي تنتمي إلى فريق سياسي أكيد. صح. مغير لفريق الرئيس سعد الحريري، حتى لدرجة الاشتراط أنه إذا كان ما فيها الشخص بيكون ما فيه الرئيس سعد الحريري. يعني وصلت القصة لتشنج معين وطرح متشنج، وهذا ما بيخدم البلد بصراحة. يعني نحن لما بنقول انه والانتفاضه الشعبيه بتحكي عن حكومه اقتصاص، حكومه حياديه، هيدا كان المطلب انه حتى ما نفوت بالمتاهه السياسيه، يمكن هذا المخرج حتى نظهر حالنا من هالموضوع. نحن مفروض انه يكون في حكومه فاعله جديه بتشتغل على السياده الوطنيه مثل ما قال سيد حسن كمان، انه نحن ناخذ بالاعتبار انه ما نكون دايمتنا لبرا، كل واحد جاي يشتغل، لانه الوقت وقت عمل. نحن عندنا ازمه ماليه واقتصاديه ملحه جدا، ونحن باسوأ الحالات اللي نحن فيها هلا، يعني هذه القصه لازم تتاخذ بعين الاعتبار. فالعمل اللي لازم يصير هلا هو انه لازم نشهل نحن بموضوع الحكومه وهالصراعات السياسيه نحيدها شوي، يعني حتى الحكومة اللي سموها إنقاذية أو اختصاصيين مفروض نشتغل عليها نحن، في كفاءات بتقدر تعطي إنتاج. والمهم فيها أكثر إنه هالحكومة هي الحيادية أو الاختصاص مفروض تاخد البركة من القوى السياسية، لأن نحن عم نشتغل من ضمن المؤسسات. إذا حتى هالتشنج السياسي بده يستمر معناتها إنه ما بتاخد ثقة الحكومة، يعني لو عملنا حكومة بدها تتعرق. طيب، على موضوع إنه ما ندير دينتنا لبرا، اليوم في كمان موضوع المساعدات الأمريكية، مبلغ كتير كبير من المال. طيب. توقف، كان من المفترض انه يتم حجب عن لبنان. صح. لانه كان من المفترض انه يمول الجيش اللبناني. برايك هذا التوقيت لتوقيف هذه المساعدات ما صار في تفسير له الحجب هذا، وانما كان في مبلغ من المال هو مساعده للبنان اللي هو 105 مليون دولار. بالمقابل بنلاحظ شغله ثانيه، انه بريطانيا خصصت 25 مليون مساعدة للبنان، هذه ما نحجبها. بس بهذا التخصيص اشترطت وقالة للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، وكأنها تغمز من قناة حزب الله. صح، يعني هذه هون اللي احنا اللعبة إذا بدنا نرجع كده بشكل عام اللي عم بيصير خارجيا إذا بننظرها بالنسبة للخارج عم ينظر للبنان، في حملة على شيء اسمه حزب الله. يعني هذا ليس بجديد، يعني ما هو جديد هذا، وهلا قصه الحجب وقصه الوضع الغربي انما لبنان يدفع الثمن لبنان بهالحاله، وهذا السبب اللي يمكن نحن بتعرق الموضوع تسيير الامور بلبنان. مش هيك لما برايك اليوم حكومه تكنوقراط بعيده عن السياسيين وعن كل الفرقاء السياسيين، وايضا يعني اكيد ما راح تضم حزب الله، بتريح لبنان خارجيا في علاقاته الدوليه؟ لانه لبنان حسينا باخر فتره صار شوي معزول يعني عن العالم الحر. صحيح، هي حكومة تكنوقراط أو أخصائيين مثل ما حكينا نحن. أنا بقول إنه إذا كان صار في حكومة تشكيل حكومة يكون فيها أخصائيين وتكنوقراط، ما يكونوا لوحدهم، يعني يكون في سياسيين بس مش نواب، يعني يكون فيها مطعمة بس مش من النواب الحاليين. هيدا بنكون نحن عم نفصل كمان النيابة عن الوزارة، يعني عم البعض هون بيقول إنه هؤلاء يلي رح يجوا قريبين من السياسيين وليسوا سياسيين أو ليسوا نواب، هون رح بيكونوا ماريونات بأيدي الفرقاء السياسيين وبأيدي الأحزاب مثل ما بيقول الحراك. لا، نحن اذا بده يجي ناس للاحزاب يعني بخفاء حزبي جايين هن بيعتبروا حالهم مستقلين، لا مش هذا المطلوب. المطلوب انه جاي حيادي فعلا، يعني وفي عندنا كفاءات، نحن مثل ما ذكرنا اسم نذكر كذا اسم. نعم. بالمجال هذا في كثير، وخاصة في تشكيلات وردت كثير على بالاعلام لاسامي مختلفه وما بتلعد، فبصير في اختيار منهم الاشخاص بالاقتصاد وبالقانون وبالتشريع، يعني في كثير حالات احنا فينا ننقي اشخاص كثير كفؤين، بس بشرط انه ناخذ التأييد من القوى السياسية، لانه بالنتيجة نحن عمل من داخل المؤسسات بيحتاج الى ثقة المجلس. بالنتيجة ركبنا حكومة ما اخذت الثقة، يعني هون رجعنا المأزق، رجعنا من اول، ونحن مش هيك بدها تكون مدروسة الخطوات. ويمكن
التأخير الحالي بتكليف رئيس حكومة يمكن لدرس هالمواضيع هذه، يمكن لدراسة لموضوع الحكومة وتشكيل الحكومة وأسماء الأشخاص. يمكن يكون هذا احتمال يعني. نعم، اليوم إذا تأخر تشكيل الحكومة، تأخر تسمية الوزراء، يعني اليوم الشارع قد ايه ممكن ينطر؟ يعني اليوم بنحس أنه كأنه الشارع عاطي هدنة أو عاطي مهلة لهذه السلطة أنه تتحرك لتأليف حكومة تكنوقراط ترضي الشارع، وإلا سوف نعود يمكن إلى لأنه في معلومات بتقول أنه من قلب الحراك من بعد كلمة الرئيس عون في ناس اقتنعت شوي وقالت خلونا نعطي مهلة أيضا للرئيس عون، في ناس أيضا كمان من قلب الحراك اقتنعوا شوي بكلام السيد نصر الله كمان قالوا خلونا نعطي مهلة. شفنا فجأة انسحابات من الشارع بعدد من المناطق اللي عندها رمزية معينة، يعني واقتصرت إذا فينا نقول بالفترة الأخيرة وبالأيام الماضية أو الساعات الماضية الحراك اقتصر في المناطق ذات إذا فينا نقول الأغلبية السنية كمان، والبعض كان عم بيقول نرفض إسقاط الرئيس الحريري لوحده. اليوم الشارع عاطي هدنة لهذه السلطة في حال تأخر التكليف والتأليف، إلى أين يتجه الشارع برأيك؟ رح نرجع نشوف ساحات مليئة بالمواطنين؟ أنا بقول بمجال الانتفاضة الشعبية بالعالم كله بيصير في نشاطات من قبل الشعب، رفض لمواضيع معينة، إصلاحا لمواضيع أخرى. نحن هلأ بالوقت هيدا نجح الحراك أنه تسقط الحكومة استجابة لمطالب الشعب. طيب نحن أول خطوة أخذناها اتركوا مجال، أنا بقول للانتفاضة الشعبية نترك المجال لتأليف الحكومة. بهالحالة هي مش مفروض فينا نحن نضلنا مزعورين أنه كل يوم بدنا ننزل على الشارع. الانتفاضات الشعبية بالعالم كله في حالات متطورة وحضارية جدا، ونحن كنا سلميين ما في شك، نحن يعني المسار أضرار من وراء، وإنما أنا بقول نعطي مجال وهالمجال هذا يكون يتخللوا أنه نحن نحدد وقت معين أسبوعيا ننزل على الشارع وبالساحات. أكيد أنه أنا في عندي هون وجهة نظر بالنسبة لقصة الطرقات العامة، هذه شغلة لا تجوز، لأنه عم بحرم أنا ناس بالشارع بده يروح يجيب أكل لأولاده، بده يجيب شغلة، يعني هذه عم بيعيش يوميا عم بحرمه. أنا عم كنت ضد بعضنا صدق كشعب، هذه لازم تتنظم بالساحات يكون في هايد بارك كل أسبوع ننزل إذا كان مؤخر شوي ونعبر عن رأينا بالموضوع، بس إنه نضلنا مستمرين كل يوم تحت رحمة إنه حننزل وحنسكر الطرقات، يعني بيظهر الواحد مش عارف حاله إذا بتسكر الطريق ولا لا. يعني تسكير طرقات 13 يوم وشلل البلد وما كان عم بيأثر كمان، يعني ما كان في ناس عم تسمع إلى آخر يوم لحتى استقال الرئيس الحريري. يعني إذا هالقد ضغطوا الناس لطولت هالقد، لكيف إذا ما قطعوا طرق وما استعملوا وسائل فيها ضغط كمان؟ ما في شك إنه الضغط بفيد، بس بنفس الوقت كمان هي سكين ذو حدين. يعني أنا بفهم السلطة كانت صماء بفترة من الفترة، صحيح، ويمكن استقالة الرئيس الحريري مرتبطة بحالة معينة لما نزلوا على الشارع بالقصي وشغلات من النوع يمكن تأثر فيها، إضافة للنواحي السياسية الأخرى اللي طبعا هذا ما بدنا نخوضها مجالها. بس ما في شك أنه الضغط مطلوب، بس الضغط كمان ديمقراطيا نحن بالساحات بيوصل باليابان بغير دول لما بيعملوا مظاهرات. دكتور بس بدي أطشك لأنه رح ننتقل مباشرة إلى المقر العام لقيادة القوات اللبنانية في معراب لنقل المؤتمر الصحفي للدكتور جعجع من بعد اجتماع التكتل. إذن استمعنا إلى كلمة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية. دكتور علمي، دكتور جعجع كان عم بيقول إذا لم نسمع للناس سيعود الحراك أقوى بكثير، يعني ما بشكل كنا عم نقوله قبل كلام الدكتور جعجع، أكد عليه أنه إذا لم يتم الاستماع إلى كلام الناس وتحديدا إلى حكومة مختلفة، عم بدها إلى حكومة مختلفة يكون فيها شخصيات مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، مش ناس جايين مخبيين بخلفيات إذا فينا نقول حزبية أو سياسية. صحيح، هي لازم تكون حكومة مختلفة عن الحكومات، عن سائر الحكومات، لأنه الظرف اللي مرقنا فيه هو مختلف عن كل الحقب السابق. نعم، هذه ما في شك أنه أنا هذه بأيدها. وبعدين بالنسبة للوزارات اللي تكلم عنها الدكتور سمير جعجع، أكيد لأن إحنا الخارجية إذا ما إجا سياسي كانت تكنوقراط بيقدروا يجيبوا دبلوماسي،
لانه له علاقاته الدوليه وبيعرف كيف يدير الامور بالداخليه. في نجح الاستاذ زياد بارود بالزمان محامي ونجح فيها وما كان بعالم السياسي، يعني اجى من عالم المحاماه وفات ونجح بوزاره الداخليه. في هالاحتمالات وارده اكيد، وهيدا طبعا بيتطلب انه القوى السياسيه تفسح المجال للعمل لحكومة جديدة من هالنوع هذا. بس أنا اللي قلته أنه حتى مفروض القوى السياسية ما تلتف على هيك حكومة، إذا كان لابد تلتف يعني يكون في عنا نحن سياسيين يعني بيفهموا بالسياسة، ما بقصد سياسي أنا قلت أنا مش نواب، نعم. يكونوا عندهم المين بالسياسي. نعم دكتور، بس قبل ما نتابع بدنا نشير إلى أنه هناك إشكال على ما يبدو تطور في صيدا، هناك جرحى أسرى إشكال في صيدا على خلفية قطع المحتجين لدوار إليا. ارتفع عدد الجرحى لخمسة من صفوف المتظاهرين، في هناك جريحين من الجيش، ولا يزال المعتصمون يصرون على قطع الطريق في ساحة إليا. كمان يعني هذا الكلام اليوم رح فوت معك بموضوع الأموال المنهوبة وتبييض الأموال واسترداد الأموال. النائب شامل ركز عم بيقول ندعم طلب نادي القضاة من مصرف لبنان إجراء التحقيقات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال. هذا يعني خلينا نحكي بالشق القانوني، أنت اليوم كقانوني كيف هل ممكن استرداد الأموال المنهوبة من لبنان اليوم من سويسرا تحديدا؟ يعني عم نحكي كثير عن سويسرا، يعني ممكن نسترد هذه الأموال؟ ممكن ترجع المليارات إلى الخزينة إلى الناس؟ عندي في شقان فيها، في الشق القانوني فيها اللي طبعا قانون العقوبات بنص على ملاحقات معينة، في نادي القضاة اللي طبعا تفضلت وذكرته اللي عمل كتاب للجنة التحقيق بمصرف لبنان وطلب تجميد الأموال، كل شيء كل من تعاطى بالشأن العام يعني من الموظفين الكبار من الوزراء من يعني كل في كتير خلينا نحكي في كلام عن فضائح لموظفين من الفئة الأولى، لأن النواب ولأن الوزراء إنما يدورون في حلقة بعض الوزراء أو بعض الوزارات، يعني في أموال هائلة جدا، في أرقام حقيقة بتخوف اللي حكى فيها. وطبعا أحد التقارير بيحكي عن سويسرا أنه في 345 مليار يعني هلا السياسيين اللبنانيين. أحسن يعني أحسن عمل هو نادي القضاة لما وجه الكتاب لمصرف لبنان من خلال لجنة التحقيق طلب أنه تجميد الأموال والتحقيق من ثم التحقيق وإبلاغ السلطات الأجنبية كمان لحجز الأموال أينما كانت، وبانتظار جواب يعني ملحين لهالدرجة. إضافة للنادي القضاة حصل أنه كمان تقدمت دعاوى بلبنان، يعني في عدة دعاوى تقدمت بلبنان وتوجهت للنيابة العامة التمييزية اللي هي سلكت سريق. طب بس نادي القضاة اللي عمله ممكن يوصل لنتيجة دكتور؟ ممكن إيه، ليش يعني لازم يتاخد فيه يعني قضاة، يعني كمان نادي القضاة مرخص ونادي القضاة له صفة وقضاة كبار يعني نحن. بس الناس بيقولوا هل هذه الطبقة الحاكمة ستحاكم نفسها؟ ما هي نحن بدنا نرفع الغطاء عن السياسيين اللي نحن مرتكبين، يعني نحن المقصود منها في سياسيين مرتكبين، في موظفين في أولى مرتكبين. وإذا نحن بدنا نسير نرجع للدوامة السابقة، يعني بسيروا بعضهم بسيروا بغطوا بعضهم وسبق فيه ما بنوصل لنتيجة. وفي حالات سبقت صار لما ذكر اسم شخص بتقول طايفته بترجع بتغطيه. نحن بدنا تجرد، مشان هيك نحن السلطة القضائية المستقلة اللي عم يتنادى فيها مفروض تتحقق، لأنه لما القضاء هو بدير نفسه يعني مجلس القضاء الأعلى يسمى من قبل القضاة أو مجلس القضاء الأعلى يسمى القضاة عفوا هو بيشكلهم، مش مثل ما السياسي بيجي بيشكلهم بصير ولاء ولا السياسي. في عنا قضاة احنا مهمين جدا، يعني الجسم القضائي إذا فينا نقول بلبنان بده إعادة هيكلة طبعا واستقلالية تامة، يكون عنده استقلالية تامة حتى يقدر يتصرف، ما يضل الوصاية عليه والضغط عليه للجسم القضائي. هيدي كثير مهمة لأنه نحن عاملين بالبلد هن اللي بيوقفوا البلد على إجراء هي الأمن والقضاء. نحن هلا أنا اللي بستغربوا كيف ما دق الكوز بالجرة بيقولوا وين الجيش؟ يا أخي اتركوا الجيش، في مكافحة الشغف موجودة، في قوى الأمن الداخلي موجود، حاجة تدخلوا الجيش وترجعوا تتهموا للجيش، تصرف هون وتحيز هون، اتركوه بعدوا عنه للجيش. لأنه شفنا نحن الأمثلة عديدة بالدول تاني القصد والجيش تيفرطوا الجيش، ونحن ما صدقنا توحد الجيش إلى وقت الجيش كان مشرزم، يعني رجعت توحد الجيش ونحن مبسوطين في التعاطي
الجيش اللبناني مع المتظاهرين في هذا الحراك، كيف قرأت تصرف الجيش وحكمة قائد الجيش؟ كان في حكمة كثير مهمة، وحاول بقدر المستطاع أنه ما يتعرض للمتظاهرين للمنتفضين بالشارع بقدر المستطاع. صارت أحداث بس فردية جدا، وهذه مثلا بالداوي بالعبدي بالعبدي صارت، بس كانت طب ليش برأيك يعني عم بتقول هالقد الجيش كان عم بتصرف بحكمة، هالقد كان قائد الجيش مدرك لخطورة الوضع، ليش الجيش عم بيتعرض للتصويب اليوم والاستهام مع انه قام بعمله بشكل كامل وكان الى جانب شعبه؟ وشفنا هذا الاندماج اذا او التناغم والانسجام بين الشعب على الارض وبين الجيش اللي كان موجود على الارض، ليش عم بيتم التصويب على قائد الجيش تحديدا؟ لانه في مقوله بتقول انه قائد الجيش يمكن في هدف رئاسي يعني عم بيصوب عليه ليستبعدوه عن موضوع يعني مرتقب او محتمل يصير، انه هو يمكن مرشح حاله لرئاسه الجمهوريه. بس شفنا ضغط شعبي بهذا الاتجاه يعني عبر وسائل الاعلام، قال كل الناس على الارض بتاثر الناس بالقوى السياسيه، ما في شك انه القوى السياسيه لها تاثير بالناس وبالجماهير. كانت عم يعني الشخص الوحيد اللي كان عم بتم تحييته من كل الفئات الموجودة على الأرض كان قائد الجيش. قائد الجيش هذه إلى رمزية كتير كبيرة 100%. ونحن من أول يوم أنا لما صارت قلت الجيش، أنا طبعا وقتها أنه الجيش هو للكل ومن أبناء الوطن، وانتبهوله وحذرنا من هالموضوع كله سوا. فالجيش لازم يتحافظ عليه، لأنه نحن مهم الجيش بأركان بالعناصر التكوين الدولي. القضاء لازم كمان السلطة القضائية المستقلة كمان ناشد كل المسؤولين أنه حيدوها وطلعوا لها هي بعدها إذا فينا نقول خشبة الخلاص اليوم هذه المؤسسة غيرها، وهي الوحيدة اللي فينا نقول لم ينخرها الفساد، وبعد هذه المؤسسة الشفافة إذا بنقول تمثل كل اللبنانيين يعني صح. برأيك هذا ما يخيف البعض وتحديدا الفئات والجهات السياسية؟ نحن إذا بدنا نبني وطن أستاذنا الكريم، مش بس بالظروف الحالية نحكي عن الجيش، الجيش لما بيكون هو بالقضاء بخير معناتها الاستثمارات بترجع للبلد، الأمن بيرجع للبلد، الأمان الاجتماعي بيرجع للبلد، كل النواحي بترجع بتتصحح. بس إذا نحن فتنا فيهم وبلشنا نحرد عليهم ونحكي بقصة الجيش وبقصة القضاء وهيدا خاين وهيدا مش خاين، أولاد الوطن هن هول، ما حيكونوا خارج إطار المصلحة العامة. يعني هي من يخون الجيش يكون هو الخائن. هو الخائن طبعا، لأنه الجيش مين عناصره؟ عناصره من كل بيت من البيوت اللبنانية يعني. صحيح. نرجع شوي إلى السياسة، في لقاء تم الحديث عنه بين الوزير جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجي، إنما الإيجابية كانت لم تكن متواجد، الانسجام لم يكن متواجد ولم يتم الاتفاق على شيء. نحن اليوم العماد عون امبارح كان نصف الولاية انتهت، هل بدأت المعركة الرئاسية برأيك من اليوم؟ هي كلها بتصب بخانة المعركة الرئاسية ما في شك، يعني حتى نسمي الأشياء بأسماء. الوزير سليمان فرنجي مرشح لرئاسة الجمهورية، والوزير جبران باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية، وهذا الصراع هذا الرئاسي اللي هالمطروح هذا كمان يعني هذا ما رده أنه مش ممكن يكونوا ملتقين مع بعضهم، لأنه كل واحد له مصلحة بجهة معينة. فما في شك أنه هذه ما بتطلع من إطار الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أنه رئيس الجمهورية مبارح أنهى 3 سنين وبلش بالرابعة، يعني هو اجمالا بنص الرابعة يبدأ بنص الرابعة تبلش التحضير للانتخابات القادمة. نعم. فهذا الاستعدادات كلها بنفهمها انه بتصب بهالاتجاه هذا. برأيك هذا يعني هذا الصمت، كان في صمت للوزير السابق سليمان فرنجي بهذا بهذا الاطار، يعني ما شفنا موقف واضح، ما شفنا مؤتمرين. الدكتور جاجع لليوم لحكي كمان هيك بشكل اذا بدنا نقول اول مره تقتصر الامور على تويتر او على مقابله اذاعيه هيك صغير اليوم، حكي مسهبا واستفاض اذا فينا نقول. الوزير سليمان فرنجي لم يتحدث، مع انه يعني عمل هيك كم تسريب اذا فينا نقول او كم حديث، انما اكد على كلام السيد نصر الله ان لم يكن له هيك راي واضح اذا فينا نقول بما جرى، نظرا للحسابات الرئاسية برأيك؟ نظرا للحسابات الرئاسية من جهة، وهلأ الوضع كمان يمكن بنظري أنا شايفه مش مناسب ضبابي، يعني الوضع الشارع وضع الحكومة وضع كل هالأمور هذه، يمكن في مرحلة مفروض أنه يكون فيها شوية صمت شوية تحضير أكثر لحتى المرحلة القادمة. يعني لما بيتركز الوضع الحكومي وبترجع الأمور بتشوفها تحركت العجلة أكثر لموضوع الرئاسي، بصير الاتصالات بتتكثف، العلاقات بتتكثف، التحالفات ممكن تتكثف او
تستبعد، يعني كل هالامور هذه. بس بهالوضع اللي احنا فيه ما بستغرب انه ما يكون في خطوات هلا ظاهره وفعاله بهالمجال هذا. نعم دكتور، بالنقطه الاخيره اللي احكيها معك اليوم، دعوه ضد المعتدين على المتظاهرين، في مجموعه من الحقوقيين والمحامين قرروا اقامه دعوه ضد المتظاهرين، ضد من اعتدى على المتظاهرين، كمين برايك اليوم بظل يعني معروف اسمائهم ومعروفين على الشاشه الفيديو مبين اسمائهم، ممكن كمان يوصلوا الى شيء في ظل الوضع اللي نحن عم نعيشه اليوم وهذا الانقسام وهذا يعني وضع القضاء اللي تفضلت وحكيت عنه من شوي؟ صحيح، بالنسبه للقضاء الدعاوى الجزائيه يمكن بتاخذ شويه وقت لانه بتخضع لتحقيقات، وهيدي الفيديو اللي ذكرت هلا هون بالتلفزيون ما في شك انه مبينين الاشخاص اللي حملوا عصي واللي ركضوا ورا الناس، وفي احدى النساء تعرضت للضرب. هيدا الموضوع صار في شكاوى، والشكاوى خاضعه لاجراءات معينه، وهالاشخاص اللي بينوا بالفيديو بينجابوا، واذا ما قدروا وقفون بنعمل لهم مذكرات توقيف حتى بنحكي بالقانون نحن. فيوما ما هالمذكره ما بتمحى الا ما يرجع يتوقف الفاعل، يعني الارتكابات الجرميه هذه ما لها وقت انه هلا تتحقق، يمكن بتاخذ شويه وقت بس بتتنفس يوما ما بتتنفس، خاصه الوضع حتى يستتب الوضع شوي. يمكن هلا بالظرف ما يقدروا يجيبوا شخص من منطقه معينه لانه هلا خاض البلد كله سوا، بس مش معناتها انه مش لازم نطالب بحقوقنا، يعني الحقوق الانسان مقدسه، مشان هيك انا بقول انه لازم كل واحد يطالب بحقه وكل واحد يتحمل مسؤوليته. نعم دكتور، انا بدي اشكر حضورك اليوم الى تلفزيون لبنان، شكرا. انا بشكرك. شكرا لك على هذا اللقاء، يعطيكم الف عافيه على الجهد اللي عم تعملوه، حقيقه شيء ببيض الوش تلفزيون لبنان صاير. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك، بنشوف حالنا بتلفزيون لبنان. شكرا لك، لحظات قليله ومنتابع نحن وياكم ضيفتي المقبله، رح بتكون الصحفيه سكارلت حداد.